مرحبا بكم معنا اليوم في ميدل. دخلتي شحال من عام وانتي هنايا؟ شحال من عام باش تعلمتي هذه الحرفه؟ 70 عندي انا 70 عام وانتي هنايا إيه. تبارك الله قريبه قلتي لي بديتي ملي كانت عندك 10 سنين ايه هكذاك وشحال ديال الوقت خصك كان خصك باش تعلمي؟ ايوا ما بقيتش دغيا دغيا تعلمتي إيه. هكذاك كنتي كتصوبي قبيله في القطيفه ياك ايه هكذاك هذيك الزربيه هذيك دابا شحال خصك ديال الوقت باش تساليها؟ عندي جوج سيمانات فيها جوج سيمانات فيها كتبقاي بالعقده بالعقده ياك إيه. دابا انا الا بغيت نتعلم سهله نتعلم ولا صعيبه عليا؟ لا ما صعيبه شي بصح شحال نجلس معاك باش نتعلم؟ شحال نجلس معاك باش نتعلم؟ ايوا واحد السيمانه غادي تعلمي غير سيمانه با ما كاين صافي هكذاك صافي نجي نتعلم عندك مرحبا الله يعطيك الصحه الله يطول في عمرك مرحبا بارك الله فيك من بعد ما تشوفوا المدينه وتكتشفوها نصيحتي لكم انكم تسراو في النواحي ديالها ومن بين المواقع الفريده اللي خاصكم تزوروا كاين لي غورج ديال جعفر ثقوا بيا اون بلاد اللي ما غاديش تنساوها ميدلت غادي تعجبكم بالهدوء ديالها وبلطفت ناسها الى احتاجيتوا المعلومات اكثر لزيارتها موقعنا www.lemarocogem.com راهن اشارتكم نتلاقاو قريب في منطقه اخرى في المغرب اللي كنبغي